عليكم حبيباتي، اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد المروي او مسمن كما شفتوا في الاول ديال الفيديو، كيجي مورق وناجح من اول استعمال ان شاء الله. بقاو معايا باش نشاهدوا الطريقة والمقادير ان شاء الله. على بركه الله ان شاء الله غادي نحتاجو زلافه من الفينو او الاكسترافين وجوج زلايف من الدقيق الابيض، يعني اي زلافه بغيتو تعبروا بها ما كاينش شي مشكل. هنا راه وريتكم في الصوره بالنسبه للزلافه ديال الفينو وزلاتني تقريبا 280 غرام 289 بالضبط غرام، هي تتكون وافيه بارابور الدقيق الابيض. وبالنسبه للدقيق الابيض انا عندي 212 غرام بالضبط. كما شفتوا هنا ضفت الملحه، ومن بعد غادي نعجن، سواء تعجنوا بيديكم ولا تعجنوا بالعجانه. بالنسبه للماء هنا غادي نضيفه بشكل تدريجي، يستحسن يكون ماء دافي، وممكن تعجنوا بالماء بارد، ولكن انا كنفضل الماء دافي كتعجن العجينه بسرعه وكتجيني رطبه شي شويه. بالنسبه للماء كنمشيو بشكل تدريجي، مع مره ما كنضيفوا الماء كتير. هنا غادي نضيف تقريبا عندي كاس ديال الماء، ومن بعد غادي نضيف الكاس الثاني وغادي نوريكم شحال يبقى لي من الكاس الثاني. ودائما كميه الماء كتبقى على نوعيه الدقيق واش كيشرب لا لا، وممكن نعجنوا باليدين ماشي ضروري تكون عجانه. كما كتشوفوا من الكاس الثاني هادشي اللي بقى لي الماء. هنا كنقول لكم بان البور راني بدلته، لحقاش هذا كان شويه صغير وكان كيتحرك لي لحقاش ماشي ديال العجانه. فهاد الاثناء غادي نحبسوا نهائيا من الماء، يعني هاد وصلنا للكثافه اللي بغينا نوصلوا لها. غادي نبدل باش غادي نعجن، هذا هو خاص بالعجين، وغادي نخليها مده 5 دقائق. ممكن نعجنو كما قلت لكم بالعجينه لا كانت موجوده، لا ما كانش ممكن نعجنو بيدينا، او ممكن فقط نجمعوها بيدينا ونديروها في البلاستيك كنخليوها واحد المده، الراسه كتدلك يعني بلا ما كنبدلو معاها مجهود لا حتى شي حاجه. بالنسبه للعجين باش تكون عندكم ناجحه خاصه ضروري تكون رطبه، وما خصهاش تكون تتلتصق باليدين كما غادي نوريكم دابا. كما كتشوفوا هنايا ما كتلتصقش نهائيا باليدين، ولكن في نفس الوقت راه رطبه، وشوفوا الملمس ديالها بانها راه معجونه مزيان. فهاد الاثناء غادي نوجد الاشياء اللي غادي نحتاجهم. هادو تا من بعد غادي نحتاج هنا عندي زلافه ديال الزيت، يعني زيت المائده فقط، وعندي الزبده بدرجه حراره المطبخ. وبالنسبه للسر باش يجيني العجين مورق، هنا كنضيف السميده الرقيقه كناخذها وكنزيد عليها خماره الحلوه. يعني خماره الحلوه موازن هنا تقريبا 15 غرام، ولا كديروا على حساب الكميه. بالنسبه للكميه كامله ما غاديش نستعمل ديال السميد، مي كيبقى لي راني كنحتفظ به في واحد القرعه، مره اخرى كنعاود نستعمله. هنا كناخذ واحد الصينيه او بلاطو كما كنشوفوا، غندير فقط القليل من الزيت ونحاول ندير الكرات على حساب الشكل يعني الشكل المسمن اللي بغينا، سواء يكون حجم كبير او حجم صغير. غادي نخليكم هنا مع الصور باش تشوفوا كيفاش كنفرق العجين. ساليت الكميه ديالتي كامله، كنحاول ندهنها فقط بالقليل من الزيت، يعني ضروري من هذه المرحله باش ما كتكونش داك القشر ديالها. بالنسبه لهذه الكميه ديال العجين تقريبا انا عندي 700 غرام ديال ما بين الدقيق الابيض والفينو كما قلت لكم، عطاتني 9 ديال المسمنات، سيكونوا شويه كبارين. من بعد غادي نغطيها بالفيلم اليمونتا ونخليها فقط واحد ربع ساعه، يعني راه الوقت كافي. الا عندكم وقت كافي اكثر ممكن تخليوه، راه ما كيوقع حتى شي حاجه لحقاش ما فيها لا خميره لا والو. كناخذ اول مسمنه اللي صاغبتها او العجين اللي الكره اللي صاغبتها هي اول وحده كنبدا بها. فهاد المرحله كناخذ فقط زيت المائده، يعني ما كنديروش الزبده، كندير فقط زيت المائده اللي فوق سطح العمل. دائما كنديروا زيت المائده يعني باش كنورقوا، نهائيا ما كنديروش الزبده. الزبده فوقاش كنستعملوها من بعد، غادي تشوفوها معايا في الصوره. هنا باش تجيكم مسمنه كما وريتكم في الاول ديال الفيديو كتجي مربعه، يعني نحاولوا في هذه الاثناء نديروها على شكل مستطيل، هذا هو السر باش كتجينا المسمنه مقاده. ودائما كنحاول من الجوانب وانا غاده و
ولا بات لي شي بلاصه غليظه هي اللي كنحاول نرققها، حتى سطح العمل يكون تيبان لي، يعني ما غاديش نرققها بزاف كاع، مي فقط كما كتشوفوا معايا في الصوره. دائما كنحافظ على الشكل المستطيل، كنحاول نقاد الجوانب كما كتشوفوا. فهاد الاثناء من قديت الجوانب مزيانين كما كتشوفوا معايا، كناخد الزبده. الزبده يستحسن تكون حراره المطبخ باش كتجينا في الخدمه ديالها سهله. كندهن فقط القليل، راه ما كناخدش بزاف، يعني القليل فقط اللي كندير. وهنا كندير كما تشوفوا معايا ديك السميده اللي درت فيها الخميره ديال الحلوه او بيكنج باودر، كندير كرش. هنا المسمى كيجينا مورق، وفي نفس الوقت كيجينا ما كيجيناش معجن، كيجي زوين بهذه الطريقه. بالنسبه للناس اللي ما كيديروش نهائيا السميد يجربوا، كتجي زوينه بالسميده. وكنحاول نطوي طويه عاديه كما كنشوفوا، بالمي كنطوي ما كنديرش في الزبده ولا شي حاجه. في هذه الاثناء عاد كندير هنا الزبده، وكندير القليل من السميد دائما، وكنطويها وغادي نحطها في على جنب. غادي نردها في داك البلاطو اللي درت فيه الكرات، ونغطي كل شيء حتى نسالي الكميه ديالتي كامله. انا نوريكم هنا الثانيه، المسمنه الثانيه، باش تشوفوها اكثر، ونخليكم مع الفيديو. شو حبيباتي، بعد ما ساليت الكميه ديالتي كامله، بالنسبه لجوج كرات راني احتفظت بهم فقط في الثلاجه، لا غدا لي كنت استعملتهم، يعني ممكن احتفظوا بالعجين في الثلاجه ونخدموهم بلا ما نديروا يعني مسمنه ولا شي حاجه، كنت عمرتهم بلي زيبينا يعني كفكره، لا بقات لكم العجين ولا ما بغيتوش تستعملوا الكميه كامله. فهاد الاثناء راني دايره الطاجين ديالي كيسخن، ممكن ديروا مقله ثقيله او طاجين ثقيل كما نسميوه حنا، مقله ديال الوجده كما كتشوفوا هنايا. كندير كنحاول نبسطها شي شويه قبل ما غادي نديرها طيب ان شاء الله. وباش ينجح معكم المسمن ويجيكم زوين، غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تطيبوا ان شاء الله. هنا كناخذ واحد هذاك الزيت اللي بقات، كنضيف عليها شويه ديال الزبده كما كنشوفوا. الزبده راه ما نسمش داك الكميه كامله، هذه علاش كنخلطها بها ان شاء الله باش غنبقى ندير في المقله. بالنسبه للمقله كما قلت لكم سخونه، هنا باش ينجح معكم المسمن مجرد كنحطوا المسمنه ديالنا كنحاولوا نقلبوها قبل ما تطيب. وهنا باش ينجح معكم المسمن مره مره بقاو تقلبوا هكا باش يتنفخ معكم ويجيكم مورق مزيان. هنا فقط راني زربت الفيديو باش ما يجيكمش طويل، ولكن راه ما قطعش المراحل. لاحظوا معايا كيفاش غادي يبقى يتنفخ بشويه بشويه وكيجي محمر كامل. بالنسبه لداك الخليط ديال الزيت والزبده ما كنديروش بزاف، يعني تنديروا فقط القليل. شوفوا معايا كي كيتنفخ، حاولوا تجربوا هاد الوصفه. بالنسبه لاول مره غادي يجرب المسمن ولا ما كانش كيصدق معاك، السر ديالو في الطهي ديالو اكثر، يعني مره مره كيبقى يتقلب. ولا بغيتوا تحافظوا على الشكل ديالو كما كيكون جوكم هكا مربع، حاولوا ما تكونوا ستلقوه، ديروا كما قلت لكم شكل مستطيل في الجوانب دائما كنقادو كما وريت لكم في الفيديو. هنا كناخد دائما كنبدا المسمن بالترتيب، اني اول وحده درتها والثانيه وحنا غاديين
فقط كنطلقوه شي شويه، ما غاديش نخليه شويه غليظ. بنفس الطريقه غنخليكم تشوفوا الفيديو. وكنرحب الناس اللي عاد التحقوا بينا طبيعه الحال، الناس القدام كنرحب بهم دائما، وكنرحب جميع التعاليق ديالكم زوينه واللي تتخليوها في الفيديو طبيعه الحال كتخليوها لنا في صف التعاليق، وما تبخلوش عندنا بالكلام ديالكم الطيب باش القناه ديالنا تكبر ان شاء الله، وما تبخلوش علينا بالبارطاج باش العائله تكبر. بالنسبه لاول مره كيشاهد القناه ديالي، معكم اختكم ابتسام من قناه عالم ابتسام. بعد ما ساليت الكميه ديالتي كامله من الطي، انا جيت نوريكم كاقتراح يعني ما من ممكن نقدموا واحد المسمن. هنا حطيت لكم فيتر ديال المشماش، عندي الزيت والكحل، عندي ابلو، كوفيتر ديال الفخاز، وعندي العسل والفرماج بطبيعه الحال، والمسمن كي كتشوفوا جا هائل مع واحد البريري ديال اتاي كيجي زوين. هذا كاقتراح مثلا الفطور ديال الصباح او غوتي في العشيه مثلا، من اقتراح زوين. دائما كنحطو داكشي اللي عندنا، ما نكونوش مقيدين. ولا بالنسبه للمسمن شوفوا معايا كي كيجي هانتوما، الصراحه كيجي زوين وكيجي مبرغ. حاولوا تجربوا الطريقه اللي وريتها لكم والاسرار اللي شاركتو معكم، يعني في الطريقه باش يجينا هكا مربع، والسر كذلك في الطهي ديالو. كما قلت لكم مره مره كنقلبوا، شوفوا كي معايا كي مورق. نتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم وتنال اعجابكم. ولا كنتي شاهدتي الفيديو من الاول حتى الاخر ومازال ما مشتركه، ما تبخلوش علينا بالضغط على اشتراك، ولا عجبك الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش علينا بلي لايك. نقول لكم السلام عليكم، كنضرب لكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله. حبيباتي بسلامه.